ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. العيد داخل علينا ورمضان خلص، يا ربنا يتقبل منا يا رب صيامنا وصلاتنا يا رب، ويصلح حال البلد يا رب. النهارده بقى هعمل معاكم حاجه كويسه جدا، العيش الفلاحي بتاع زمان بقى. كتير من الناس ما بقتش تعمله، بقى بتستسهل بقى ويشتروا العيش من الفرن، وانا منهم برضو يعني، انا بشتري العيش برضو من الفرن. بس العيش ده وحشني جدا، وقلت ايه اعمله علشان العيد داخل بقى وكده. فده معروف في الفلاحين، بيسموه ايه، رمية العيد. يعني يجوا قبل العيد الصغير او الكبير يخبزوا رمية عيش، العيش الطري الفلاحي ده. فانا قلت اعمله معاكم واوريه لكم، وطبعا اللي عنده فرن ممكن يعمله فيه، واللي عنده البوتاجاز برضه ينفع فيه ان شاء الله. هقول لكم تعملوه ازاي، بس نبدا نعجنه. سهل جدا وبسيط، يعني ما بيحتاجش غير ميه دافيه بس وخميره بلدي، لازم خميره بلدي مش فوريه، وملح بس كده. هو ده العيش بيحتاج كده بس. هنعمل حفره كده ونرش الملح دون. بسم الله الرحمن الرحيم. حوالي معلقه ملح كبيره ونص، عشان انا عامله 5 كيلو من الدقيق. طبعا انا عامله كميه كبيره عشان ايه، انا بحب اشيل منه في الفريزر، ولو عايزه ادي حد مثلا رغيفين كده ولا حاجه بديله يعني. فنشمر بقى ايدينا ونبدا. بسم الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. نقلب بقى الملح كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. ده بيعوز ميه كتير، على حسب يعني، الميه ما بتبقاش لها ايه مثلا مقدار معين. انت الميه بتجيبيها دافيه قدامك وتعجني زي ما انت عايز، على حسب العجينه متى. بسم الله اللهم صل على النبي. الخميره ما احطهاش دلوقتي، ميه دافيه ما تكونش برده سخنه قوي كده. بسم الله طبعا انا هعمله طري شويه عشان انا هعمله في الفرن وبريحه على مطرحه، لكن ممكن تعملي كيلو تجربي كده، تعمليه في البوتاجاز الاول، بتعمليه العجينه بتاعته تكون ناشفه شويه عشان تعرفي تعمليه تبططيه، او تعمليه بالنشابه اللي هي ريحه، وبتسوي في البوتاجاز حلو جدا، ومن فوق البوتاجاز برده ممكن تعمليه برده عليه على مصفى او حاجه. بس هو حلو ان انت تعرفي الحاجات دي علشان ايه، لو مثلا مش قادره تنزلي في مره تجيبي عيش او كده، تعملي ممكن بخميره فوريه عادي، بس تكون نوعها كويسه لو هتعملي كيلو ولا حاجه. تعملي مثلا كيلو على قدكم وتجربيه كده في البوتاجاز، يبقى حلو قوي. وريحه العيش برده يا مخبوزه في البيت بتبقى ريحتها حلوه بصراحه. ناخد بقى الخميرة، عجينته سهلة جدا. استخدم بقى ايديا الاتنين الخميرة. انا ايه حابة اوريكم الحاجات الحلوة دي قدامك. الخميره هحطها طبعا كده، نحط عليها شويه ميه عادي دافيه اهي، واقلبها معاك. اهي يعني، دي مش شرط ان انا اسيبها عشان تتفاعل مع بعضها، لا انا جايباها طازه وحلوه من الفرن فعملتها على طول. اللهم صل على النبي. بسم الله. نبدا بقى بايدينا الاثنين كده،
ايوه مستمرين كده في العجن اهو. برضو اي عجين بتعمليه لازم تديله وقته وتخدميه عشان تطلع العجينه كويسه معاكي. انا بقالي كتير ما عملتش العيش ده، كان وحشني جدا بصراحه والله، قلت اعمله بقى عشان اوريه لكم كده نعمله مع بعض. لازم انت تضيعي اي دقيق كده موجود بالميه اهو. انا برضو بعمله معاكم واحده واحده عشان ايه تعرفوا تعملوه. انا سويته قبل كده في البوتاجاز، سهل برضو على فكره وجميل جدا. تمام اهو قرب. احنا كمان في الحر وبيقعد بيخمر مثلا حوالي ساعة ولا حاجة، سيبيه ساعة. لازم تستنيكي تدعكي في العجين كده علشان ما يبقاش فيه كلاسيع ولا حاجه. لسه برده لسه بعمل فيه ميه، برده بحط ميه لحد ايه السمك اللي احنا عاوزينه كده. ده بقى طريقه عجين العيش الطري الفلاحي ايه على اصوله يعني بالتفاصيل. تعمليه كده عشان ايه بايدك برضو كده اهو كده خلاص. السمك ده اللي احنا عايزينه اهو شايفينه طاري قدامكم اهو، مفيهوش كلاكيه خالص كده. هسيبه بقى يخمر حوالي ساعه، من ساعه ونص لساعتين، واوريكم هنعمل بقى فيه ايه اما يخمر. بس كده كده العجين بعد ما خمر قعد ساعتين بالظبط على ما خير. شوفوا مرت الطبق ازاي ما شاء الله اهو. تشوفوا الفقاقيع دي يعني اول ما تظهر قدامكم كده يبقى العجين 100 100 كده، خمران كويس والخميره كويسه وعجينته كويسه. بعمله ايه بقى؟ دي رده ناعمه، بفرش الرده على حاجه عندك مثلا صينيه او اي حاجه موجوده عندك، طبليه صينيه ترابيزه اي حاجه يعني. وهنقرصه مع بعض بس بميه بس. برضه اللي ما بيعرفش يقرصه بقى بميه، بس دي طريقه العيش الطري الفلاحي بالطريقه اللي انا بقولها لكم. اللي ما بيعرفش يقرص اللي ما بيعرفش يقرصه بميه يقرصه بدقيق عادي. بسم الله وابدا معاكم. شايفين العجينه بتاعته طريه جدا وجميله ازاي. قرصيه برده كده على حسب التقطيع اللي انت عايزاه، باللي ايدك ميه كده دي وتعمليه كده. ويطلع مدور كده معاكي، ما يطلعش ايه معجوج كده. حاولي تعمليه يعني. بسم الله. ده بقى بيترحى على ايديكي وبعدين المطرحه.
وتوسعي ما بينهم كده مسافة عشان على ما بيرفع ما يلزقش في بعض. شايفين مدور كده ازاي؟ ما شاء الله اهو. سهلة على فكرة خالص. انت جربي تجربي في الرغيف في كيلو كذا مرة يعني، ما تقوليش لا انا مش هعرف اعمله، لا جربي برضه، الحياة تجارب وتعرف ان شاء الله تعرف تعمليه. شوف المسافات واسعة بين بعضها كده. كفاية بس بصراحة ريحته وهو بيتخبز في البيت بتبقى ليه ريحة جامدة وجميلة. كذا مره عملته قدامكم الطريقه اهي، كذا مره كذا واحد اهو قدامكم في التقريص بتاعه. من واحد نخلص بس الطبليه دي. نحط واحد وخلاص في واحد. نشوف كده ياخد اتنين شوف. حط واحد كمان. بس هنسيبه بقى يرفع 10 دقايق وبعدين نبدا نخبزه بقى. كده العيش بعد ما قرصته ورفع 10 دقايق، بصوا يعني ايه تلاقيه كده قدامكم مش بيشبط في ايديك، بصوا كله اهو بسيط يعني كده اهو. هنحط دي مطرحه بقى، بجيبها من اي سوق، بعوزها عجين واخليها تنشف كده عشان ما توقعش الرده من تحت. وهنبدا بقى هرحه معاكم، اللي ما بتعرفش بقى ترحه كده تعمله بالنشابه، بس هتعوز ايه تخلي العجينه تخينه شويه طبعا عن كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي، نصلي على سيدنا محمد، ونبدا نشيل ونريح على ايدينا كده لحد ما يكبر شويه، وبعد كده نحطه على المطرحه. نروح طبعا نكمل كله على المطرحه، اللي بتعرف تريح على المطرحه تريح. بس يبقى قد واحد، يبقى مدور كده، ما تطلعيش العيش طويل وكده، لازم تخليه مدور عشان يبقى شكل الرغيف كويس كده تمام، عشان ما يبقاش تخين برده قوي ولا رقيق قوي. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. كده حطينا اول واحد، ثاني واحد زيه بالظبط. بسم الله طبعا الدنيا بقى بتتبهدل الرده شويه، مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم، بس بتاكلي حاجه نظيفه يعني بصراحه في البيت احنا ما بنعملهاش على طول، بس هو برده ايه قلنا عيد بقى مره نعمل العش البيتي ده اهو كده. حاول برده ما تكتريش الرده تحته عشان ما ايه ما تجيش في الفرن وتتحرق. لو ما فيش فرن بقى زي ما قلنا هتقيد البوتاجاز على درجه حراره 200 وعندك شوايه طبعا فوق، هتبداي ايه تعمليه بقى وتوطي النار في الفرن كده من فوق ومن تحت. بسم الله نعلي بس النار شويه تبقى ظابطه درجه الحراره بتاعه الفرن ده، برده مش معليها قوي عشان ما يعملش ريحته، بتبقى تحفه بصراحه وجميل جدا. اهو كده ما شاء الله، شايفين قب ازاي اهو، والتاني برده بدا اهو ما شاء الله بيحمر من كل الجوانب، لازم تلفيه كده عشان يحمر من كل الجوانب اهو. مش هنبدا نحركه، تعمليه بس كده من فوق عشان يقب كله. بصوا اهي، اللهم صل على النبي اهي. بصوا وتخلي بالك عشان طبعا ما يتلسعش منك العيش اهو. الله اكبر،
تفضلي تحركي فيه كده عشان تحمر من كل ايه الاتجاهات. شايفين جميل ازاي؟ اللهم صل على النبي. شايفين الرغيف بقى والغرفه ده اللي طلع؟ بصوا احمر من كل جانب اهو، من قدام زي زي تحت اهو. اللي عايز يحمره بقى اكتر من كده براحته. كده خلاص العيش بعد ما اتخبز اهو ما شاء الله جاء طالع جميل ازاي. دون انا حمصت شويه، اللي بتلاقيه اب معاكي اخرميه من النص كده وخليه يتحمر شويه من فوق ومن تحت كده، يبقى محمص طبعا بقى عشان الفته والحاجات دي. احنا في عيد الصغير انا عارفه، بس برده تعملي فته في اي وقت يعني. وده الطريق بتطلعيه كده، بصوا ما شاء الله اهو كله طالع جميل ازاي ما شاء الله. فكده ده خلاص سهل جدا على فكره وبسيط وحاجه نظيفه في البيت. فلو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.